يبدي بعض الصغار حماسة تجاه محاولات الصيام في رمضان، أسوة طبعا بوالديهم وأشقائهم الكبار، فتراهم قد عزموا أمرهم على الصيام على الرغم من صغر أعمارهم. وقد يسمح بعض الآباء والأمهات لأطفالهم بالصوم طوال شهر رمضان، لكن هناك طبعا العديد من المسائل الطبية الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا تحديدا للأطفال المصابين بالسكري. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور بسام بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري. صباح الخير دكتور بسام. تقدر تقول لنا دكتور بسام إذا في عمر محدد يقدر الطفل يبتدي يصوم منه، أو إذا هذا خلاص العمر من قبلها ما نسمح له أبدا؟ بداية أحب أن أشكر برنامج صباح العربية على هذه الاستضافة الصباحية الجميلة، وأحب أن أسبق الجميع وأهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام من الجميع أطفالا وبالغين صغارا وكبارا إن شاء الله. في الواقع إذا نظرنا للشروط والضوابط اللي ممكن الواحد يضعها بالنسبة لصيام الأطفال، في الواقع ما في هناك شروط معينة وضوابط معينة وعمر معين يستطيع الطفل بعده أو قبله الصيام أو عدم الصيام، لكن الشيء المتفق عليه هو عملية التدرج، التدرج في فترة الصيام، هذا من التدرج من ناحية الزمنية، أو التدرج من الناحية العددية في عدد أيام الصيام. فمثلا التدرج ممكن الواحد يبدأ الصيام بعدد معين من الساعات، 3 فـ4 فـ5 فـ6 ساعات، فكامل فترة الصيام، هذا التدرج الزمني. أو التدرج العددي، مثلا يصوم الطفل يوم ويفطر يوم آخر. لكن هناك مثلا عمر معين يستطيع الطفل الصيام في ذلك العمر، طبعا ما في شيء من هذا القبيل، لكن التدرج هو الشيء المتفق عليه، وتختلف الأمر من طفل إلى طفل ومن حالة إلى حالة، يعتمد على بنية الطفل، بنية جسمه، قدراته الجسدية، حالته الصحية، أمور من هذا القبيل. دكتور يعني بسام، هل الطفل في العادي يعني إذا أصر على الصيام قادر على التعبير بأنه مثلا في شيء معين أتعبه بسبب الصيام وبسبب صغر سنه، أو أنه يكون مصر على هيك وما بيعبر بس الأهل ينتبهوا على أنه متعب هذا الطفل؟ نعم طبعا هو في أمرين الحقيقة. إذا أصر الطفل على الصيام، إحنا عادة نقول مثلا الطفل اللي يتجاوز عمره 10 سنوات قد أنه يستطيع الصيام، طبعا هذا يعتمد على بنية الجسم وعلى أيضا حالة الصحية، لكن بصفة عامة من تجاوز عمره 10 سنوات قد أنه يستطيع الصيام لفترة معينة، طبعا يعني عدد معين من الساعات، خلال هذه الساعات يجب على الأب ويجب على الأم ملاحظة أمور معينة، وهي أعراض انخفاض السكر وأيضا أعراض الجفاف. بالنسبة لأعراض انخفاض السكر، يعني هي الأعراض مثلا الشعور بالتعب، الشعور بالإعياء، الارتجاف مثلا، الشعور بخفقان في القلب، وهذه أعراض لا تظهر على الطفل بوضوح، هذا بالنسبة لأعراض الانخفاض مثلا، وأيضا التعرق. طبعا هناك أعراض نتمنى أن لا تحدث مثلا زي الغيبوبة والتشنج، هذا من أعراض انخفاض السكر، لكن احنا نرجو أن ما تصل الأمر إلى هذا المستوى. من أعراض الجفاف طبعا هو بداية جفاف اللسان، جفاف العين، قلة التعرق، طبعا أيضا هناك أعراض متأخرة نتمنى أن لا تحدث، مثلا انخفاض ضغط الدم وزيارة نبضات القلب، لكن يجب على الأب ويجب على الأم التعرف على هذه الأعراض ومتابعتها وملاحظتها ومحاولة الوقاية منها وعلاج الطفل أو قطع الصيام قبل حدوثها. طب بس ايش الاشياء اللي لازم مراعاتها مثلا خلال اليوم دكتور؟ يعني طبعا هذا رمضان داخل علينا في صيف وطبعا جدا حر، وما شاء الله الاولاد احيانا يعني تلاقيهم بدهم يسلوا نفسهم فطول الوقت بيلعبوا، وهذا يعني نشاط زايد بيكون. نعم طبعا هو قد يكون السنة هذه كما ذكرت في تقريركم منذ 35 سنة رمضان هذا هو الأطول والأشد حرارة، قد لا يكون هو الشهر المناسب أو السنة المناسب لصيام الأطفال أو البدء في صيام الأطفال، لكن إذا أصر الطفل على الصيام زي ما قلنا عملية التدرج الزمني ممكن مهم جدا، وخلال هذه الفترة هي ملاحظة الأعراض، أعراض الانخفاض وأعراض الجفاف، و محاولة منع الطفل من الصيام أو قطع الصيام إذا شعر الطفل بأي من هذه الأعراض. الجميل في الموضوع أنه كثير من الأطفال الحقيقة أنهم يبدأوا صيامهم بالنوم، يعني عادة الطفل ينام بعد صلاة الفجر،
فقد تكون الأعراض أيضا غير واضحة عنده، أو أن الحركة حركة الطفل تكون محدودة، وبالتالي استهلاكه للطاقة واستهلاكه للسكريات يكون أقل وهو نائم منه هو متحرك ومستيقظ. أيوة. طب دكتور، لكان إذا يعني كان عنده هذه الحماسة والأهل بدهم أنه يلبوا له هذا الرغبة ويعودوه على الصيام، في مسألة السحور إذن قد ايه مهم أنه يركزوا له على يعني مأكولات معينة وسوائل معينة يكثر منها حتى أنه يعني يستطيع أنه يقوم بصيام هذا اليوم من أيام شهر رمضان؟ صح، نعم، هو الالتزام بالسنة النبوية بتأخير السحور هامة جدا بالنسبة للكبار وأيضا بالأخص بالنسبة للأطفال الصغار، فلابد من تأخير السحور إلى قبل الفجر، ولابد أن الطفل يأكل كميات كبيرة من السكريات، إحنا نسميها السكريات المعقدة اللي يكون تحليلها وتحللها في المعدة بطيء جدا، بحيث تعطي الطفل مستوى طويل ومنتظم من السكريات أثناء فترة الصيام. وأيضا نحط الطفل على شرب كميات كبيرة من السوائل قبل البدء بالصيام. أيوة. طيب دكتور بسام، إذا مثلا تكلمنا تحديدا عن الطفل المصاب بالسكري، هل في أشياء تانية لازم مراعاتها في صيامه؟ طبعا الطفل اللي يحدد الحقيقة أن الطفل هذا مهيئ ومرشح للصيام أو غير مهيئ للصيام هو الطبيب المعالج. لكن أيضا بصفة عامة إحنا ما ننصح الطفل المصاب بالسكري اللي عمره أقل من 13 سنة بالصيام. عادة إحنا ننصح الطفل المصاب بالسكري اللي تجاوز عمره 13 سنة ننصحه بالصيام، ولكن أيضا بشروط محددة بحيث ما يكون مصاب بما يعرف بالسكري الهش أو السكري الغير مستقر. يتصف هذا النوع من أنواع السكري، هو نوع من أنواع السكري النوع الأول، يتصف بانخفاضات متكررة في مستوى السكر في الدم وارتفاعات متكررة في مستوى السكر في الدم. فالشخص أو الطفل المصاب بهذا النوعية من السكري وهو السكر الغير متزن ما ننصح بصيامه. كما أن الطفل اللي مصاب بما يعرف مثلا بعدم الشعور بانخفاض السكر، يعني بعض الأطفال ما عندهم شعور بانخفاض السكر، أيضا هذه النوعية من الأطفال ما ننصح بصيامها. أيضا الأطفال المصابين بمضاعفات مرض السكري، مثلا مضاعفات السكر على الأعصاب ومضاعفات مرض السكر على الكلى والعين، عادة أيضا ما ننصح بصيامهم. وأيضا إذا رغب الطفل بالصيام مريض السكري على وجه الخصوص، لابد أن يقوم بعملية التحليل، تحليل السكر المنزلي بصفة متكررة قبل السحور وأثناء فترة الصيام مرات متعددة، حتى أنه يتوقع ويتنبأ بانخفاض السكر قبل حدوثه ويبادر بالإفطار. طب بأقل من دقيقة، قديش كمان مهم على الأهل يحرصوا على أنه ما يتحركش هذا الطفل كثيرا خلال النهار إذا كان صائم؟ طبعا هو مهم جدا انه يحافظ، هو الطفل بطبيعه الحال كميه المخزون من السكريات في الكبد عنده محدود، وقد يكون هذا المبرر يعني المبرر لماذا الطفل لا يستطيع الصيام، لانه مخزون السكر وهو يسمى الجلايكوجين في الكبد محدود عند الطفل. كل ما كبر الانسان كل ما زاد هذا المخزون، فاذا كان اكثر حركه كان مخزون السكر عنده أكثر تحلل، وبالتالي قد يكون معرض لإنخفاض السكر. فإحنا بقدر الإمكان ننصح الطفل بعدم الحركة، الحركة الطبيعية لا بأس بها، ولكن الحركة المبالغ فيها ننصح بالابتعاد عنها. شكرا دكتور بسام بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.